ازاي طلاب وطالبات الثانويه العامه في بلدنا الحبيب مصر وفي كل مكان من ارض الله. مواد الكيمياء الثانويه العامه هندرس فيها اربع ابواب منفصله، كل باب على حده. الانجليزي مكون من 18 يونت، ان شاء الله باذن الله هنشرح مع بعض كل اجزاء المنهج. عايزين نركز من اول السنه نذاكر بما يرضي الله وحققنا امانينا. نحاول نناقش نقط الضعف عند الطلبة، ازاي تحل المسائل دي. شكوى كتير من الطلبة هو مش عارف يحل المسائل ازاي، عارف القانون بس عنده مشكلة في التعويض والمشاكل اللي بتقابله جوه المسألة هو حتى مش عارف يحددها. اللي كل وقت محتاجين ما نلعبش العربي 80 درجة، محتاجين نركز عليه. النصوص والنحو كبير برضو نفس الكلام، فمحتاجين ناخد بالنا من درجات اللغة العربية قوي ونركز مع بعضنا ان شاء الله. يا ربي ترزق الجنة. منهج التفاضل لطلبة الصف الثالث الثانوي العام والازهري، مراجعة وشرح في وقت واحد. شبابنا وبناتنا يسر الله احوالكم وبارك في اوقاتكم ووفقكم وارشدكم الى ما فيه رضا. معلمنا صنع اجيال صياغة عقلنا فن تواريخ وادب وامثال. يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صنع اجيال صياغة عقلنا فن.